يا الله، السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير والعافية والبركة. تعالوا شوف شنو موجود بالسوبر ماركت الصيني، تعالوا ناخذ لنا جولة. جوز الهند، هذا اكو انواع، نوع من عنده باللوبيا، لوبيا عصير لوبيا، ونوع من عنده ما اعرف شنو فد نبته، انا اشرب اللوبيا، اللوبيا مع المي الساخن كلش لذيذ. اي صدق، خلينا نشوف بلكي نلقى راح تعال ترجم لي، شوفوا راح اترجم للهام ايش تردين؟ حلال ولا حرام؟ مش هو هذا؟ حرام. شكله مثل هذا. حرام. لا هذه غير شركة. هسه بحوش لك. الو ني هاو، الو تا كان ابو يان ده شو ني هاو. او بليز دونت يوز ذا لايت. او سوري، يس اكلس. الو ني هاو، هاي تا 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 ده ايش في او عمره سنه خمسوني عنده. وينك الهام؟ افتريت وتيهت الهام. حبيبي داوود الله يسلمك ويبارك بيك. 2000 دولار، 2000 دولار هي وشحنة، شنو نصحك بيا بضاعة؟ صراحة هسه 2000 دولار تاخذ قماصر شتائية، بس لازم تستعجل بالشراء، يعني مو تفكر يوم يومين اسبوع ما ادري شنو وتتأخر، بعد ما تفيدك. قماصر اليوم نزلتها وبالليل هم راح انزل اللي هي ب5 دولارات بدون شحن، شربة كلش قوية صراحة. يمكن عندي صورها بالموبايل دقيقة. اي هاي شوفوه، صدق كذي بهاي، ليش مسوي هيك يا ياسر؟ اضحك. هذا شوفوه 5 دولار، بضاعة روعة صراحة. شوفوها، خذ هاي القماصر، خلاص ربح مضمون 100%. وين رحتي؟ هاي شنو هذا؟ هذا كله فطر، انواع الفطر كلش عندنا هواي انواع من الفطر، حتى هذا فطر، حتى هذا فطر. هذا مثل التمر بس هو صيني، مرات ياكلونه ومرات يخلوه بالشاي، يعني تخليه بمي ساخن يصير شاي. اما هذا فانواع الشكر، هذا شكر، هذا شكر، يعني سكر، هذا شكر، هذا شكر. هاي الفلافل، فلفل. ها عيوني، ها وينها؟ تلقيها يم المعلبات. شوف الطحين ايش عندهم، عندهم طحين الرز، طحين التمن، طحين الذرة، طحين المدري شنو، كل شيء عندهم طحين. فاكو دائما نلقى فد 5 6 7 انواع من الطحين. راح تطبخين بنفسك؟ عندك طباخ؟ اوه هذا شو يسمونه؟ مال رياضيين. البيض ينباع عندنا كله بالوزن مو بالقطعة. اخويا ب 200 دولار مو 2000 دولار، ما اعرف والله، العفو قريتها 2000. ب 200 دولار خليني افكر شوي، ما منزل انا شروات رخيصه هاي الايام، شروات كلها غاليه منزلها. اوه سمك،
هذا سمك معدل شوفوا سمك مصدف. هاي احنا ناخذ من السمك عادي خذها اصمتها. اما هذا فهو دجاج مزورق دجاجه زرقي. اما هذه ما اعرف شنو طولها شوفوها عملاقه. هذا شجر لو شنو الباذنجان الصيني ضعيف وطويل. الخيار مالتهم محبب. لقيتي حتى المحلات اللي مو مال مسلمين مرات تلقى بيها شغلات حلال مال مسلمين. يعني تلقى المصنعها هو مسلم معمل مال واحد مسلم مثلا فاحنا نعرف شنو مكتوب عليه نقرا. هواي مرات نلقى شغلات منتجات حلال سوبر ماركت الغير غير مسلمين. الله انا احب اشرب هذا الصبح الريحه طيبه هنا. هذا اسمه الدجاج الاسود اعتقد ما عندهم هيك شيء لها. ما عندهم اعتقد يخلوها ويا شو اسمه يخلوها ويا شوف 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 رجلين الدجاج. حبيب قلبي بالنسبة للميتين دولار انتظرني بس خلنا نشوف بالله. انتظرني بس خلنا نشوف لأن هاي القماصة اللي تجي يعني شلفان شلفان ما ممكن ينطيك كمية قليلة. بس انتظر أشوف بالله هسه حاليا ما ببالي شروات صغيرة صراحة. ما في هذا شن سوبر ماركت ما جملة بشغلات قليلة بس كميات كبيرة. خلاص نذهب. وين رايح تعدي في فلوس؟ راح انتظرش بالباب انا. ها؟ الزيت عندنا شوف هذا زيت نوع مختلف، هذا زيت نوع مختلف، زيت حب الشمس، بعد شو عندنا؟ زيت نباتي. الزيت عندنا يمكن أكثر من حتى زيت الذرة، كلش هواي عندنا أنواع الزيت. أكثر من خمسة جوز 10 أنواع. خلنا ننتظر الهام تخلص وتجي. حسون حبيبي القماصل البث يقطع من يقول البث يقطع؟ القماصل أقوى عرض عندنا هي هاي اليوم أقوى عرض. شوفوها خمسة دولار هاي البضاعة اليوم اشتريتها وبثيت لكم عليها وبالليل انزل لكم فيديو واضح. اوه رخيصين مو الزراعة مالته هنا شفتي؟